أصبح الحصول على مياه شرب آمنة في مصر من الأمور الصعبة نظرا لتلوث المصدر الرئيسي للمياه وهو نهر النيل بنسبة 85% بحسب إحصائيات رسمية. يعاني نهر النيل من أشكال مختلفة من التلوث سواء من إلقاء المخلفات الصناعية أو مياه الصرف الصحي فيه. بالنسبة لقضية التلوث في مصر أسبابها كتيرة جدا. السبب الأولاني هو ارتفاع معدلات التعديات على المجاري المائية. السبب الثاني ارتفاع معدلات التعديات على الأراضي الزراعية. ده كله بيلقي بجميع الملوثات بتوصل للمجاري المائية ونهر النيل وفرعيه في دمياط ورشيد. طبقا للتقارير الدولية فبتقول ان اكثر المناطق تلوثا في مصر هي المناطق الشمالية اللي هي فيها البحارات الشمالية زي بحيرة المنزلة وبحيرة البرولوس وبحيرة إدكو وبحيرة مريوط. خبراء الري والمياه أكدوا أنه بالرغم من وجود قوانين تحد من إلقاء مخلفات المنشآت الصناعية وغيرها في نهر النيل إلا أنه لم تصدر أحكام قضائية ضد من يقوم بالتعدي على المياه في مصر. عندنا قوانين صارمة جدا في مسألة الإلقاء بالمخلفات إلى الشبكات المختلفة، إلا أن تنفيذ هذه القوانين وتفعيل القوانين الخاصة بمنع التلوث يبدو أنها ليست على مستوى عالي من الصرامة. الجدير بالذكر أن هناك ما يقرب من 20 مليون مواطن مصري يقطنون قرى تطل على طول وادي النيل بين السد العالي في أسوان والقاهرة، يقومون بتصريف مياه الصرف الصحي به، وذلك حسب إحصائيات المركز العالمي للزراعة.